مراحبا الحبايب، مبارح مرت ذكرى معركة الكرامة مرور الكرام. أنا مبارح كنت بدي أعمل الفيديو، بس قلت خليني أأجله وأشوف مين ممكن يتذكر معركة الكرامة، أأجله لبكرة يعني لليوم. إذا أنتو شفتوا حدا، أنا شفت حدا. في هذا الفيديو بدنا نعرف أو نحاول نعرف جانب من جوانب حقيقة معركة الكرامة. شو هو هذا الجانب اللي إحنا بدنا نحاول نعرفه؟ لما ينفتح الحديث عن معركة الكرامة ممكن يختلفوا اثنين على شغلة. شو هي هاي الشغلة؟ الشغلة إنه مين اللي انتصر في معركة الكرامة؟ كيف يعني؟ واحد ممكن يقول العدو الصهيوني هو اللي انتصر، ثاني ممكن يقول لا يا عم الجيش العربي الأردني، واحد ثالث ممكن يقول لا يا عم الفدائيين الفلسطينيين هم اللي انتصروا، واحد رابع راح يقول لا يا عم الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين هم اللي انتصروا. وراحت الحقيقة بين حانا ومانا. من خلال هذا الفيديو بدنا نطرح مختلف الآراء ووجهات النظر حول هذا الجانب، أحد جوانب معركة الكرامة اللي هو من المنتصر. أول رأي بدنا نطرحه هو رأي جوزيف مسعد، مؤلف كتاب آثار استعمارية تشكل الهوية الوطنية في الأردن. صفحة 376 من هذا الكتاب بيقول جوزيف مسعد حكي، أنا يعني بيني وبينكو ما عرفت شو بده يقول. خليني اشرب لي شفة الشاي بالأول. لا جد هسه بتشوفوا، خليني افتح على صفحة 370، أنا حاط الفاصل ومجهز الأمور كلها يعني، بس بضل عاد القراية كيف أقرأ لكم، بدكم تطولوا بالكم علي شوي. شايفين كيف؟ والفيديو شوي ممكن يكون طويل. الآن خليني أقرأ لكم. بيقول هنا، ومن خلال التنسيق مع الجيش الأردني استطاع الفدائيون والجيش الأردني أن يجبر الإسرائيليين على الانسحاب بعد أن كبدوهم خسائر فادحة. ممتاز، شوف هسه شو برجع بقول لك. لكن الإسرائيليين لم يهزموا، فهمتوا إشي؟ أنا زيكم. لكن الإسرائيليين لم يهزموا، بل إنهم قبل أن ينسحبوا سووا بلدة الكرامة بالأرض وكبدوا الفدائيين والجيش خسائر فادحة. هسه شوف شو برجع بقول. لكن الفرق هذه المرة وأنه رغم نجاح الجيش الإسرائيلي في عمليته لم يتم له ذلك دون خسائر كما حدث في حرب 1967 وفي مواجهات كثيرة أخرى. فهمتوا إشي؟ طيب، ولأول مرة في تاريخه تكبد خسائر فادحة. مين اللي تكبد خسائر فادحة؟ الجيش الإسرائيلي في الأفراد والمعدات. إخوان، أني قريت لكم من صفحة 376 من كتاب آثار استعمارية تشكل الهوية الوطنية بالأردن، مش جايب من جيبتي لأنه جيبتي مخزوقة. اللي فيه مشي يقول لي الجيش الأردني والفدائيين كبدوا خسائر فادحة لجيش العدو الصهيوني، لكن جيش العدو الصهيوني لم يهزم، لكن جيش العدو الصهيوني سوى بلدة الكرامة بالأرض، لكن جيش العدو الصهيوني تكبد خسائر فادحة في الأفراد والمعدات، لكنه لم يهزم. في هذا كده أنا ما راح أعلق، تقدروا تعيدوا التسجيل، وعشان الذم والضمير نتأكد أي صفحة بالضبط. صفحة 370 في هذا الكتاب. روح لغاد لو سمحت يا جوزيف مسعد، شكرا لك، يعطيك العافية، كفيت ووفيت. خلينا نشوف نذير رشيد
شو بقول؟ ونذير رشيد غني عن التعريف، غني عن التعريف، مدير المخابرات واللي أكلوا كتل على دوره من السبعينات وجر بيعرفوه بدون ما أعرفهم عليها. بلاش أبلو يشف الشاي، بلاش تسمعني الدائرة. شو بيقول نذير رشيد في كتابه حساب القرايا، حساب السرايا وحساب القرايا اللي هي مذكراته بصفحة 165؟ ركزوا معي، هيا نشوف نذير رشيد شو بيقول. بيقول: كانت المعركة كلها للجيش الأردني تات، وانتصر فيها. طيب، ولم تكن هناك أي مشاركة للمنظمات الفدائية، ولم تكن هناك أي مشاركة للمنظمات الفدائية. وأنا أعرف ما أقول، هو بيعرف شو بيقول، لأنها كانت معركة جيوش، وكانت كل قوة الجيش الأردني موجودة، وبخاصة المدفعية الثقيلة. هذا الحكي في صفحة 165، نعم، في صفحة 165 من حساب السرايا وحساب القرايا، مذكرات نذير رشيد. أنا مش جايب إشي من جيبتي، تمام يا إخوان؟ وقع الفاصل، خلي مش مشكلة. هذا صفحة 165. طيب يا عمي، أنت يا نذير رشيد بتقول أنا أعرف ما أقول، وكانت المعركة كلها للجيش الأردني، والمنظمات الفدائية ما شاركتش. طيب يا أبو الشباب، شو رأيك باللي بيقوله رحمة الملك حسين عاد في هذا الكتاب مهنتي كملك؟ بس هيك على السريع، هذا الكتاب أنا قرأته أول مرة، يعني بداية الألفية. كان الكتاب مع عمي نصري، أبو روبرتو نصري مقطش. قلت له: عمو معلش تسمح لي أقرأ؟ قال لي: بترجعه. قلت له: أميت برجعه، أميت أرجعه. قال لي: معاك يومين. وصدقوني يومين وأنا أقرأ فيه، قريته كله بيومين ورجعته لعمي نصري. وإذا عمي نصري بشوف هذا الفيديو يشهد، إذا بتسعف الذاكرة. بعدين قلت: وعمي نصري أحسن مني ولا أشطر مني؟ طبعا هو احسن مني اكيد. رحت انا اشتريت الكتاب، وهي موجود بمكتبتي، وقراته مره ثانيه، خلينا نقول بتفحص، ومره ثالثه قراته بس هيك بتسطح. هذيك بتفحص، هذه بتسطح. شايفين محل اللغه العربيه؟ احنا ما لنا من اللغه العربيه هسه، بدنا نحكي، بدنا نقول رحمه الملك حسين شو بقول في صفحه 213، من صفحة 213 من هذا الكتاب مهنتي كملك. بيقول: ثم وقعت الغارة على الكرامة في آذار من عام 1968 من قبل القوات اليهودية. لاحظ الملك رحمة الملك حسين ما بيقول القوات الإسرائيلية ولا بيقول القوات الصهيونية، قال القوات اليهودية. وأنا في هذا الكتاب إذا ما خانتني ذاكرتي لا أذكر إنه رحمة الملك حسين استخدم كلمة غير، مثلا كان يقول الدولة اليهودية مثلا يعني، والباقي عندكم. كان الاشتباك دمويا من الجانبين، ها الاشتباك دموي من، لاحظ هنا استخدم كلمة الاشتباك. نذير رشيد استخدم معركة جيوش، معركة، في فرق بين معركة واشتباك، وراح أوضح لكم شو الفرق. كان الاشتباك دمويا من الجانبين، خسائر في الأرواح البشرية، تدمير للمعدات، وكان دفن الشهداء من الفدائيين مناسبة لقيام مظاهرة ضخمة مؤيدة لهم. برجع شو بقول رحمة الملك حسين: وبداية ولا شك لنواة من المقاومة أكثر رسوخا وأمتن بنيانا، وما من شك في أن المنظمة التي كان الفدائيون يجاهدون تحت لوائها كانت تلفت النظر بروعتها. عشان ننتقل لصفحة 214، شو بقول بصفحة 214 رحمة الملك حسين؟ يعني معلش تحملوني أنا، لأنه ما فيش حدا يساعدني ولابس الشماغ طبعا في ذكرى معركة الكرامة أنا لابس الشماغ أحمر.
بروعتها حقا، كانت حسنة التجهيز، جيدة التدريب، وقد قاتلت في معركة الكرامة المنظمة الفدائيين، وقد قاتلت في معركة الكرامة إلى جانب القوات الأردنية ببسالة وفعالية. مين اللي بيقول هيك؟ رحمة الملك حسين. ما بجيب شي من جيبتي، جيبتي مخزوقة. رحمة الملك حسين بيقول إنهم قاتلوا ببسالة وفعالية. نذير رشيد بيقول المعركة كانت كلها للجيش الأردني والمنظمات ما شاركتش. وعلى جوزف بسعد إذا أنتوا في بدوش يعرف في بيت. طيب خليني بس شوي أوضح لكم نقطة مهمة. الفرق، لاحظ رحمة الملك حسين بيقول كان الاشتباك دمويا، نذير رشيد قال كانت معركة جيوش. وصف التل في مجابهة الغزو الصهيوني في إحدى الدراسات اللي نشرها في مجلة الهدف المقدسية بيعرف الفرق بين الاشتباك والمعركة. خلينا نقرأ ونشوف وصف التل شو بقصد. شو بقول؟ والفرق بين المعركة والاشتباك هو أن المعركة عمل فني منظم مقيد بأصول فنية توجه القتال والنار وتعتمد على الحركة والمرونة والتوازن وتخضع بجميع تفاصيلها ووقائعها لتوجيه محكم يقوم به آمر المعركة وفقا للخطة الموضوعة قبلا والمدروسة باعتبارات الأرض وقوى العدو وحركاته. أما الاشتباك فلا يتعدى تبادل النيران باستمرار وبصورة بدائية لا ضابط لها، وبينما تقدر نتائج المعركة وتوقيت تلك النتائج قبليا لم تكن نتائج الاشتباك تعرف إلا عند حدوثها. هذا في صفحة 47 من الكتاب اللي فرجيتكم إياه لوصف التل، بيعرف الفرق بين المعركة والاشتباك. إخوان أنا بترك لكم كل هاي المعلومات بين أيديكم مشان أنتم تقرروا بنفسكم مين اللي انتصر. بدنا نتمشى شوي نجيب محرمة. طيب يا أبو الشباب، أنت يا أشرف لابس هالشماغ وعامل لي حالك فهمان وبتقرأ وإلى آخره، شو رأيك أنت يا أشرف، شو رأيك مين اللي انتصر؟ وأنا تنفهم بالأول جوزف مسعد شو قال، بقول لكم مين اللي انتصر. أنا مش قادر أعرف مين اللي انتصر، بس أكيد يعني رحمة الملك حسين مكذبش، ولا من طلعوا كذاب؟ لا ما بزبط، ولا أنا غلطان؟ ما بزبط. ليش؟ لأنه نذير رشيد نفسه شو بقول؟ بقول القائد، قائد الجيش في هذيك المعركة رحمة الملك حسين، وهذا الزلمة بقول أنا أعرف ما أقول. طيب شوفوا أقول لكم، خليني أعطيكم رأيي على السريع. طبعا أنا عمدا قرأت لكم الفرق بين الاشتباك والمعركة. نذير رشيد بيقول كانت معركة جيوش، رحمة الملك حسين بيقول كان الاشتباك دموي. وصف التل، رحمة وصف التل عرف الفرق بين المعركة والاشتباك. يمكن نذير رشيد، يمكن عكروت نذير رشيد ترى لا يغركو زلمي مش سهل، يمكن هو قال، هو بيقول ان الفدائيين ما اشتركوا في المعركة بس، وما قالها بس هو بقصد، بس اشتركوا في الاشتباكات. ممكن انا ممكن هيك احلل، ما علينا. مين اللي انتصر يا اشرف؟ طيب بسنة 2000-2001 اذا ما خانتني ذاكرتي كنت قاعد بشكتي في جام في البصرة في مناوي باشا. دق 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 ايه، في واحد، في ضيف. قمت فتحت الباب،
طبعا مش رح اذكر اسماء لانه ممكن يعني هاي الاسماء ما تقبل اني انا اذكرها، معلش يعني انا ما استاذنت حدا. وانه في زميل الي في الاتحاد العام لطلبة الأردن فرع البصرة، جميل إلي، شرفني بزيارته. هلا هلا هلا، يعرف العقلية العنجراوية ولا ترحيب وسلام وكلام، وقعدنا وعملنا له أحلى بريك شاي. فجأة ولا بقول لي الزميل، معلش يا رفيق، كنا ننادي على بعض رفاق يعني، أنا جاي من طرف رئيس الاتحاد العام لطلبة الأردن فرع البصرة. قلت له يا ميت أهلا وسهلا، بتشرفني أنت ورئيس الاتحاد. طبعا ما أقدرش أذكر اسم رئيس الاتحاد. قلت له خير يا طير؟ قال لي رفيق أشرف أو زميل، صدقوني أنا بلشت أخربط، كنا ننادي بعض رفيق ولا زميل، المهم رئيس الاتحاد بيسلم عليك وبيقول لك بدنا نكلفك تكون انت مندوب الاتحاد العام لطلبة الأردن فرع البصرة في الندوة المشتركة مع الاتحاد العام الفلسطيني، أو الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع البصرة والندوة المشتركة عن معركة الكرامة. أنا هون عاد شربت لي شفة شاي وقعدت أخمس وأسدس. قلت له طيب شو المطلوب يعني؟ قال لي زميل أشرف، رفيق أشرف، معلش يعني بدي أقول لك شغلة. قلت له قول. قال لي إخواننا الفلسطينيين راح يقولوا في الندوة إنه اللي انتصر في المعركة هم الفدائيين، فبدنا أنت ترد الصاع صاعين بالمعنى يعني. قلت له والله الضالين امين تكرم، بس انا واذا بتذكر الزميل هاي الكلمة تحديدا شو قلت له اياها. قلت له بس يا زميل رفيق، بديش اذكر اسمه، اذا فعلا هم الفدائيين اللي انتصروا انا راح اقول انهم الفدائيين اللي انتصروا، انت بتعرفني انا ما عنديش يعني لحية مبسطة بهيك امور. قال لي اجراءاتك. قلت له تكرم. امتى موعد الندوة؟ قال لي الموعد الفلاني. كان معي تقريبا اسبوع، كان معي تقريبا اسبوع. قلت له اوكي. قعدت اسبوع، طبعا كان النت فاتح في العراق، حكيت مرة عن النت او قصة النت. انا قعدت اسبوع ابحبش من النت، ورحت على مكتبة الاتحاد العام لطلبة الاردن وشو في كتب عن معركة الكرامة، قلبتها سطحت فيها وبالنت سطحت وقرأت. المهم جهزت حالي، اجا موعد الندوة رحت. طبعا الندوة كانها في الاتحاد العام لطلبة الاردن فرع البصرة، يعني احنا المستضيفين كلنا. اجى اللي بده يحكي نيابة عن الاتحاد العام لطلبة فلسطين، حكى في البداية. انا قاعد على شماله للي الزملاء والاصدقاء اللي بيتذكروا هاي الندوة. انا قاعد على شمال، يعني بالنسبة للي بيطلع علينا انا قاعد على شماله للزميل الفلسطيني. قعد تقريبا إذا ما خانتني ذاكرتي قعد نص ساعة يحكي. طبعا زي ما قال لي زميلي من الاتحاد العام لطلبة الأردن، ظل يطبل وزمر إنه الفدائيين هم اللي انتصروا، والدور الأكبر والدور الرئيسي واللي بدكم إياه. نص ساعة خلص إجا دوري. طبعا سلام كلام في البداية، بعدين بنصف دقيقة شو قلت أنا؟ قلت لهم الزملاء الأعزاء، أنا بعد ما بحثت وبحبشت ونبشت بهالمعنى، حرفيا مش متذكر بس بهالمعنى، بعد ما بحثت وبحبشت ونبشت توصلت إلى نتيجة إنه الجيش العربي الأردني لولا الفدائيين
ما بنتصر في معركة الكرامة، والفدائيين الفلسطينيين لولا الجيش العربي الأردني ما بنتصروا في معركة الكرامة. طبعا الحضور كان من الاتحادين، زقفوا لي، وإذا أحد الزملاء بشوف هذا الفيديو يقول لي إذا أنا بزل بحرف واحد. والزميل من الاتحاد العام لطلبة فلسطين وقف وشكرني، أطول مني هو كان، أنا ما أقدرش أحكي أكثر من هيك. هذا بنصف دقيقة وأنهيت الندوة، وهي كانت قناعتي، وترسخت قناعتي أكثر وأكثر لما قرأت لرحمة الملك حسين شو بيقول في كتاب مهنتي كملك. أنا بعرفش قديش اللي بلقلق، هاي لي 20 دقيقة بلقلق. إخواني، إحنا لازم في يوم من الأيام نعرف تاريخنا، لأنه لا خير في أمة تائهة في سطور تاريخها. معركة الكرامة مش حدث هامشي ولا حدث ثانوي. أنا كنت بدي أحكي كثير وقليل في الموضوع، بس كنت يعني مبرمج الأمور إنها ما تأخذ أكثر من 20 دقيقة. حطيت بين إيديكم مختلف الآراء ووجهات النظر عشان أنتوا تحكموا بنفسكم. طبعا بس نقطة على السريع مهم جدا، نذير رشيد في كتاب مذكراتي بيقتبس من كتاب فلسطيني بلا هوية لصلاح خلف، بيقتبس الفقرة اللي بيحكي فيها صلاح خلف عن معركة الكرامة، واللي بيقرأ هاي الفقرة بفهم إنه الفدائيين الفلسطينيين لما اجتمعوا مع غازي عربيات مدير الاستخبارات العسكرية في هذاك الوقت، واللواء عامر خماش قائد الجيش في هذاك الوقت، بعد ما اجتمعوا سحبوا عناصرهم من الغور ومن بلدة الكرامة، ظل فقط في بلدة الكرامة الفدائيين اللي هم أصلا مقيمين في المخيم وفي البلدة، ولما العدو الصهيوني وصل هم هذولاك لجأوا لمسجد، طبعا استشهدوا في المسجد لأنه العدو الصهيوني دخل المسجد وقتلهم جميعا. أي أنا بس نذير رشيد، طبعا في صفحة 102 و... عفوا 164 من كتاب حساب السرايا وحساب القراية، نذير رشيد بيقتبس من كتاب فلسطيني بلا هوية لصلاح خلف. أي أنا عشان أحط كل الآراء وكل وجهات النظر، وأعطيتكم رأيي ويعطيكم العافية، وما تنسوا معركة الكرامة، لأنه في يوم من الأيام الأجيال اللي ورانا اللي بتحب تاريخ هذا البلد إذا عرفت إنه إحنا مش مهتمين، إحنا جدودهم مش مهتمين في تاريخ هذا البلد، راح يقولوا لنا طاط.